السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم اللي الاسم ديالو اجي سول القانون مع الاستاذ عبد الصمد. السلام عليكم، مرحبا بكم في البرنامج ديالكم اللي الاسم ديالو اجي سول القانون مع الاستاذ عبد الصمد. طبعا الحلقه اليوم غادي نناقشوا الامور المتعلقه بالطلاق. الطلاق كيف ما تعرفوا بان المشكل ديال الطلاق ولا مؤخرا نرتفع بواحد النسبه كبيره في المغرب، بحيث ان المحاكم ديالنا في المغرب ولات تتكتظ، يعني الجنبات ديال القاعات بهذه الملفات، وهذه الملفات صراحه اللي ولات كتعرف واحد الانحلال ديال الميثاق ديال الزوجيه بين الزوجين، وكتسبب واحد المشاكل الاجتماعيه اللي كتخلي الابناء تيوليو هما اللي تيعانيو في الاخير. طبعا كتعرفوا بان المسطره ديال الطلاق عندنا مجموعه ديال الانواع ديال الطلاق. اولا في المغرب، في المغرب عندنا بزاف ديال انواع الطلاق، كاين تطليق الشقاق، وكاين الطلاق الاتفاقي، كاين الطلاق الخلعي، كاين يعني تطليق للغيبه، اضافه الى مجموعه من الانواع اللي غادي نفصلوا فيها في الحلقات الخاصه بهذا البرنامج. كيف ما تعرفوا بان بصفه عامه غادي نحاول ما امكن نعطيكم الانواع ديال الطلاق اللي كنعالجوا في المغرب واللي كتكون يعني بكثره في المحاكم المغربيه. اولا عندنا التطليق الشقاق. التطليق الشقاق كما جاء في الماده 94 والماده 97 من مدونه الاسره، اللي هو ناتج عن احد المشاكل التي لا يمكن الاستمرار معها او لا يمكن استمرار العلاقه الزوجيه. تطليق الشقاق كيف ما تتعرفوا، كيف ما نظمته مدونه الاسره في المواد ديال 94 و97، هو تيكون احد يعني تيتقدم طلب ب يعني باراده احد الزوجين، يا اما الزوج يا اما الزوجه، الى المحكمه ديال قضاء الاسره التابعه لنفوذ السكن ديالهم او المكان ديال ابرام ديال عقد الزواج. فاش كتقدم الزوجه او الزوج بهذا الطلب هذا، المحكمه كتعين لهم جلسه وكتستدعيهم من اجل يعني جلسة الصلح الثانية، ومن أجل يعني محاولة إصلاح الميثاق ديال هذه الزوجية هذه باش ما ينحلش. ولكن في الأخير تتبقى الإرادة ديال الزوجين، واش هما بغاو يستمروا في هذه العلاقة ولا ما بغاوش يستمروا، وبناء على ذلك المحكمة كتحكم بالطلاق يعني النهائي، الطلاق يعني الأولي بين الزوجة أو الزوج. كذلك ممكن نهضروا على الطلاق الاتفاقي اللي كتنظموا الماده 114 من مدونه الاسره. هذا الطلاق حتى هو من بين الانواع ديال الطلاق اللي عندها منتشره في المغرب. كيتفق الزوج والزوجه على انهاء العلاقه الزوجيه بشكل حب بشكل حبي وبتراضي بينهما. كذلك هذا الطلاق هذا تتعرف بانه كيكون اتفاقي بناء على واحد البنود كيتفق عليه الزوج والزوجه، التزامات مالية، التزامات بالنفقة أو ما شابه ذلك، فيتم الإذن للمحكمة التي تصدر ذلك الإذن، فكياخذ الزوج هذاك الإذن والزوجة وتيديوه العدلين المنتصبين لدى محكمة تابعة لنفوذ السكن ديالهم أو الإبرام ديال عقد الزواج، وكيدفعوا هذاك الإذن مرفوقا بالعقد الزواج ديالهم وبالهوية ديالهم، وتيتم يعني الإمضاء عند العدول، وبعد ذلك تحصلوا على طلاق أو ما يسمى بالطلاق الاتفاقي. كذلك عندنا تطليق للغيبة. تطليق للغيبة عندنا في المغرب كذلك من بين المساطر اللي كنستعملوها في المغرب، تطليق للغيبة اللي كتنظموا المادة 104 من مدونة الأسرة. وهذا التطليق للغيبة يمكن أن يصدر الحكم فيه يعني تقريبا واحد السنة، يعني سنة كاملة تمر فيها الإجراءات القانونية الخاصة بهذه المسطرة، لأن فيها مجموعة من الإجراءات القانونية ومجموعة من الشكليات التي يجب على الزوجة أن تتبعها حتى تصدر هذا الحكم الخاص بالغيبة، والذي بعد سنة يعني يصدر من المحكمة المختصة. كذلك عندنا الطلاق الخلعي اللي هو بمثابة تراضي أو ما يسمى بالتراضي، فهو تراضي لكن كديروا الزوجة وكتحاول ما أمكن كتنازل على المستحقات ديالها. وكيف ما نظموه المواد 114 15 116 117 إلى 120 من مدونة الأسرة. وكيف ما كتعرفوا بأن الطلاق هذا عندنا في المغرب باش ما عندناش كثير بزاف، قليل، لأن تقريبا النوع الأول ديال الطلاق المنتشر في المغرب هو التطليق للشقاق والطلاق الاتفاقي. كذلك بغينا نحيطوا المواطن المغربي او المشاهد بان هذا البرنامج
حاول ما امكن باش يخصص واحد الحلقات، واحد الحلقات خاصه يعني بمدونه الاسره، الفهم ديالها، المساطر المتعلقه بالطلاق والمساطر المتعلقه بالنفقه والمساطر المتعلقه بالرجوع للبيت الزوجيه، كذلك شنو تيقول القانون فيما يتعلق بالحضانه، في يعني اسناد هذه الحضانه اما للاب للاب او للام، متى تسقط الحضانه، مرافقه الابناء خارج المغرب، هل يكون هناك إذن أم لا يكون إذن، متى يمكن للنائب الشرعي أن يعني يعترض على عدم سفر أبنائه إلى الخارج والعيش هنا في المغرب. مجموعة من الإشكاليات التي يمكن أن نناقشها طبعا في هذه الحلقات المسترسلة. باختصار غادي نهضر لكم نزيد شويه نهضر على النفقه، اللي كتعرفوا بان فعلا المسطره ديال النفقه في المغرب كيف ما نظمتها مدونه الاسره في الماده 198 جات على ان المراه او الزوجه يمكن لها ان تتقدم بطلب النفقه الى المحكمه المختصه بعدما يعني يتوقف الزوج عن الانفاق عنها او امساك عن الامساك عن النفقه عنها او عن ابنائها. وطبعا كيف ما تعرفوا بان هذا الامر المتعلق بالنفقه عنده واحد المساطر مترتبه على ذلك. فاش كتاخذ الزوجه الحكم ديالها كتفتح فيه ملف تنفيذي، فاش كتفتح الملف التنفيذي كتمشي يعني المفوضة أو المفوض القضائي المختص بتنفيذ ذلك الحكم. فاش تيمتنع الزوج عن أداء تلك النفقة جاء المشرع وعطانا واحد الإمكانية أخرى اللي سميتها مسطرة ديال إهمال الأسرة. من أجل ماذا؟ من أجل تمكين هذا الزوج وإيقافه طبقا للقانون حتى يقوم ب يعني بتسديد تلك المبالغ المالية الملزم يعني تسديدها وفي وقتها، لأن كيف ما تعرفوا بأن النفقة مشمولة بالنفاد المعجل في القانون المغربي. كذلك ممكن أن نقشوا المسطرة ديال الرجوع البيت الزوجية وما شابه إلى ذلك. هذه مساطر يمكن أن يعني أو إجراءات قانونية يمكن أن نتطرق لها لاحقا مع الإمكانية القانونية التي طرحها المشرع المغربي في مدونة الأسرة. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم التوفيق ودمتم في أمان الله.